السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة ماليك جرماني. الفيديو تاع اليوم مدابية بارتاجا بارتو بيسك، فيها واحد الحوايج بزاف بزاف يهموكم خاوتي لي زالجيريان، وكي تسمعوهم على بالي بلي كاع الناس راح تفهم واش راني حاب نقول وعلاش هذا الفيديو خصو يتبارتاجا بارتو. هاد المشكل تاع الفيروس تاع كورونا الناس كاع راهي تحكي عليه، ما عندي واش نزيد لكم اضافه. اللي يحب يسمع يعني الاخبار من مصادر راهم كيما نقولوا نشرات الاخبار كاع راهي تحكي على هذا الموضوع، الناس كاع راهي تحكي على هذا الموضوع. الحاجه اللي ماهمش يحكوا عليها الناس خاوتي، والحاجه اللي كيما نقولوا بالنسبه ليا انايا لازم واحد يتدخل ويحكي عليها، هي الناس اللي راهي تقول ديروا الحجر الصحي وريحوا في الديار. انا واحد من الناس، انا نقول ريحوا في دياركم، ما تخرجش غير للضروره. هنايا في المانيا بار اكزومبل الناس اللي ما عندوش خدمه راه مريح في الدار، اللي يخدم حبسوهم الخدمه وخلاوه يريح في الدار، اللي عنده حانوت راه يغلق ويريح في الدار. بزاف حوايج راهم غالقين، راهم يخدموا غير لي بومبا ايسونس اكسيتيرا، لي زابوتيكا يعني الفارماسي وتو هما اللي راهم يخدموا في الالمان. بون حتى لهاد النقطه ما كاين حتى حاجه غريبه، وهذا الشيء ما راهوش جديد على الناس، الناس كاع راهي عارفه دوكا واش صاري في طليان في الالمان في بارتو في العالم. الحاجه خاوتي اللي حبيت نحكي عليها اليوم، المانيا كي قالت للناس تريحوا في دياركم اعطات لهم 60% من الراتب ديالهم كوس ابايت، معناتها انايا كي ما نخدمش ريح في الدار راح ندي 60% من لاباي ديالي وانا مريح في الدار. الحاجه اللي حنايا بزاف ما على بالناش بها سيكو هنا في الالمان الناس قاعد تخدم بالكوارت، يعني قليل اللي يخدم بلا كوارت، وهذاك اللي يخدم بلا كوارت عنده شوماج. انا يا دركا خاوتي كمواطن يعني جزائري انا جاتني واحد الحاجه يعني ما قدرتش نسكت عليها. دوك نتوما على بالكم باللي في الجزائر الناس قاعد تخدم في لك حل، واحد يخدم مسكين ميكانيسيان، واحد يخدم في قهوه، واحد الناس قاعد تخدم في لك حل في الجزائر. ما نخبوش الشمس بالغرب، ما نقولوا ما غطوش الشمس بالغربه. اول حاجه عندنا مشكل تاع الناس ما تخدم بلا كوارت، معناتها مام الدوله دوك تعطي للموظفين دراهم كاين فئه كبيره من الشعب الجزائري راح يبات بلاش. هذه وحده. الحاجه الدوزيام اللي راح نحكيوا عليها انه في الجزائر اصلا مازال ما هدروش كاع تيك تاع زعما كيما نقولوا نعطوك دراهم ولا نعاونوا الناس اللي غلق حانوتو ولا. دونك خاوتي واش حبيت ندير بهذا الميساج انا اليوم، واش حبيت نهضر في هذا لا فيديو، سيكو يا خاوتي ماشي دوكا حنايا الشعب او راح ياخذ الراي كيما نقولوا حنايا، الشعب راهو راح يريح في الدار وكلش، بصح انت ايا ما تقتلش الناس. دوك انايا بزاف ناس ديك ترى نهار درت فيديو كومونتيو لي دي كومونتير يسكتني خويا يسكتني، انا نقول له انا ندير فيديو كوم يوتيوبر ننصح ولاد بلادي نقول لهم ريحوا في الديار ما تخرجوش خاوتي كدا منه. كومونتي لي مرا خاوتي، كومونتي لي مرا جزائريه تقول لي وليدي انا كنريح في الدار ولادي واش نوكلهم، انا هنايا نسكت، انا هنا نسكت، واي اعلامي في العالم راه يدير لي فيديو يسكت وما يقدرش يهدر. دونك خاوتي كاينه حاجه راح نطلبها منكم، وان شاء الله كيما نقولوا حنايا اللي راه يديرها ربي يكمل له في خيره، واللي كيما نقولوا مازال ما جاتوش في باله ولا ما راهوش يخمم فيها، اما لا دير في بالكم خاوتي باللي حنا لي زالجيريا رانا شحال من مليون لازم الجار يعاون جاره، باسكو حنا دوكا لما نستناوش من الدوله هذه دوك دير لكم كش حاجه كيما نقولوا حنا مازال ما بان والو. انا مشت والو، انا نتبع هكا شويه اخبار في الجزائر مش حتى حاجه يعني كيما نقولوا بوزيتيف في هاد النقطه هذه خاوتي. دونك خاوتي راهم كاين ناس زواليه، هاد الكورونا راح تحرمهم من الماكله اصلا ما يلقاوش واش ياكلوا. دونك خاوتي الى انت يا تسكن في حومتك نبداوها هكذا، هي هاد الفيديو بارطاجيوه بارتو خاوتي بارطاجيوه، وهكذا حنايا كيما نقولوا كوم شعب نعاونوا بعضنا. وتزيريا في الشده دائما يترافدوا، ترافدتوا في البالو، ترافدتوا في الارهاب، ترافدتوا في ثوره، ترافدتوا في بزاف صوالح، ما تجيش هاد الحاجه الصغيره اللي زعما راح تحبس تزيريا انهم ما يعاونوش بعضهم. خاوتي جميع واحد ربي فاتح عليه بخير عليه، كي تسمع باللي جارك على جال الكورونا ما راهش يروح يخدم، تسمع انت باللي جارك يخدم في قهوه والقهوه هذيك غلقت وهو قهواجي وما عندوش واش يخلص، ما عندوش دراهم، تسمع باللي جارك يخدم في الخدمه الفلانيه وراه مريح، خاوتي اللي لاباس به نعاون. معليش ماشي نعاون بدراهم ولا نقول لك اعطي له دراهم، يا خويا نقضي له ليه ونقضي ليا ونعاون جاري، كل واحد يعاون جاره في هذه الازمه. بس خاوتي راهم جاوني بزاف ناس راهم يقولوا لي يا مالك راهم يقولوا لنا قعدوا في الدار، رانا حابين نقعدوا في الدار، رانا حابين نديروا الحجر الصحي والله ما نخرج من دار. يقول لك بصح انا واش نوكل ولادي؟ كارثه خاوتي كارثه، دوك الناس ما عندهاش واش توكل ولادها. دونك خاوتي ما نكونوش، شوف عباك انا ما نحبش واحد اللي كيما نقولوا حنايا يغطي الشمس بالغربال. دوك ما نتبعوش لوروب حنا غير في الحوايج، اسمهم هما قالوا للشعب تاعهم ريح للدار، قالوا له مريح في الدار. بصح خويا
60% تديهم لا باي ديالك. اللي عنده قهوه ولا عنده بروجي عنده شركه يتعاون خويا يدي يديهم بون سوم دارجون، باسكو علاش على بالهم بلي ما دخلش دراهم هذوك الايام. راك شايف كيفاش داروا قانون ممنوع منعا باتا تخرج واحد من السكنه ديالو باسكو ما قدرش يخلص الكره في الوقت تاع الكورونا. شوفوا شي خمو قال لك تسمى واحد ما يقدرش يخلص الكره ممنوع تخرجه من الدار. داروا الناس اللي تروح تخدم تبيع في لي سوبر مارشي زادوا لهم في البري دوبل باسكو راه ريسكي في حياته ويروح يخدم باش كيما نقولوا حنا يحفزوا باش يروح يخدم. دونك اللي يقول له ريح في الدار يعطي له واش ياكل، واللي يقول له روح تخدم يدير له محفز باش يروح يخدم. والناس اللي تخدم في السبيطارات عطاو لهم طوموبيلات خاوتي، ما عطاو لهمش كيما نقولوا دائما بصح سلفوا لهم كاع عطاو لهم طوموبيلات. هذو الحوايج تقدروا ديروهم. راهم لي ميزون في الجزائر لي بارك معمرين بالطوموبيلات، اعطي للفراملة اعطي للناس تروح تخدم، شجع شجع الناس اللي تروح تخدم في الطب شجعهم باش يروحوا يخدموا. ماشي حاجه كبيره خاوتي، والجزائر ماشي زعما بلاد اللي ما عندهاش دراهم ولا حاجه، حاجه هكا كيما هادي بينوا شويه هكا ديروا لنا حوايج اللي كيما نقولوا حنا تحسس الشعب هذا باللي الدوله ديالو راهي واقفه معاه في وقت الشده. راك شايف كيفاش الدوله تغلط غلطات وتصلح، تغلط وتصلح، ما تبقاش كيما نقولوا حنا فاهم كيفاش. دونك حنا مادا بينا هاد الازمه هادي تاع كورونا مادا بينا ما تاثرش على الزواوله بزاف. حنا يا خاوتي رانا عباك، شوف واحد كيكون لاباس به والحمد لله ربي يزيد لكل واحد، على بالي بلي كيما نقولوا بزاف عباد كورونا هادي او قاعد في الدار داير الحجر الصحي ومن بعد يخرج يقول لك انا ما فهمتش الناس هادي اللي يخرج برا. خاوتي انا قلت لكم ما تلوموش الناس اللي راها مساكن تخالف في القوانين على جال لقمة العيش. انا هذا ما نقدرش نهضر معاه. انا واحد كيقول لي خرجت باش نوكل ولادي ولا مرات تكتب لي في كومونتير قالت لي وليدي انا كنريح في الدار انا ولادي واش نوكلهم، سكتتني خاوتي سكتتني. ما تقدر تقول لها لا حجر صحي لا تقدر تقول لها والو، تحشم تجاوبها اصلا. دونك خاوتي ديستيني للناس اللي لاباس بكم ماذا بكم، اللي يشوف جاره راه حابس من الخدمه على جال هذه الكورونا يعاونوا يا لو كان يقضي له يدير له حل. ماذا بينا تانك حاجه واحده اخرى، ماذا بينا الدوله الجزائريه كيما دير قوانين للحجر الصحي وكيما دير قوانين تاع حظر التجوال وكيما دير قوانين كيما هادو تخزر شويه في الناس اللي راح ينضروا من هذا القانون. وخاوتي ما نغطوش الشمس بالغربال الجزائريه بزاف يخدموا في لك حل. انا هادي اللي راني خايف منها، راني خايف يولوا يخلصوا كيما نقولوا حنا اساتذه لي بوليسي لي بومبي هذو كاع يريحوا في الدار، ولا كيما نقولوا حنايا اللي يخدموا عند الدوله موظفين تاع الدوله يريحوا في الدار، بصح لي سوسيتي بريفي خايفهم ما يولوش يخلصوا الخدامين ولا الناس اللي تخدم في لك حل. دونك خاوتي لازم تخموا في ثلاث فئات من الشعب، تخموا في الناس اللي تخدم عند الدوله او يريح يخلص، تخموا في الناس اللي يخدم عند لي سوسيتي سوسيتي بريفي سيو كيفاش كيما نقولوا الدوله تعاون هاد لي سوسيتي بريفي باش يخلصوا الخدامين الى لي سوسيتي بريفي ما يقدروش وحدهم يخلصوا الخدامين. وتسيو تانك خاوتي تخمو في الناس الزواوله هذوك اللي مسكين يخدم على باب ربي، انسان كيما نقولوا حنايا يخدم نجار يخدم يحفر يخدم، هادو ما الناس خاوتي راح ينضروا بزاف من هذا القانون تاع كورونا. وكاين الناس خاوتي نقولها لكم دركا نكملوا بها لا فيديو، كاين الناس ما يجيش يطلب، كاين الناس خاوتي نفسه عزيزه عليه ما يجيش يدوموندي، كاين الناس مسكين راه قاعد مع اولاد. كاين ولايات فقيره جدا كما تيسمسيل كما كاين ولايات بزاف فقيره ما يجيش يقول لك اعطيه لي. دونك نتايا تسي الناس هذوما اللي كما نقولوا فاتح عليهم ربي، والناس اللي يقدر يعاون بشي اللي يقدر عليها. شايف كيفاش ندي كيلو سكر شويه مقارون نعطيه لوليدي نعطيه لجاري عنده ولاد صغار ماشي حاجه كبيره خاوتي. دونك نترافدوا في بيناتنا، قلت لكم بزاف لي فيديو راهم يهضروا على كورونا يعاودوا غير في الاخبار في الاخبار في الاخبار. انا ما حبيتش نبقى ندير لكم على الفيديو وما نحكي لكم غير على الاحصائيات والمرض، بيسك انا نشوف بلي هذه حاجه تقدروا تجيبوها من التلفاز. الحاجه خاوتي هذا الفيديو خصو يتبارطاجا بارتو، بيسك هذا لا فيديو يحكي على حاجه اللي الناس ما راهاش دايرتها في حسابها، بيسك الناس اللي لاباس عليهم ما راحش تقيسهم هذا البروبليم ما راحش يقيسهم بزاف، او قاعد في الدار او محبس لي بروجي ديالو كيما نقولوا شهر ولا 15 ما راح ينضر في حتى حاجه. دونك خاوتي سيلتو بلي بارطاجا بارتو هذا الفيديو، ولا راهو يشوف فيها واحد كيما نقولوا حنا اللي عنده قرار يعني يقدر يصدر قرار يقدر يدير عفسه، ماذا بينا يفكروا في هاد الناس. ما عنباليش انايا الارمي يجوز يعطي لهم الماكله، خاطش علاش دوكا رانا كيما نقولوا نشوفوا بلي الحاله راهي غير تزيد، ودوكا لا صرا حجر صحي كبير في الجزائر وصرا كوفر فوق دم. ماذا بين الناس هادو ما خاوتي، راني نخاطب في الشعب انا طونكو الشعب، على بالي بلي ما يخيبليش الظن ديالي وعلى بالي بلي الجزائريه الخير يديروه ابارك والكورونا الناس راهي تعاون وتزيد تعاون. دونك خاوتي ميساج ديستيني لكم اللي تقدروا تعاونوا الناس
عاونوهم خاوتكم في هذه الازمه، سقسي على جارك وشاو يخدم راكم كاع على بالكم، كل واحد يعاون ولاد حومته. وهذه هي الحاجه المليحه اللي كيما نقولوا، تعرف باللي دراهمك ما راهمش راح يضيعوا، عاون جارك اللي انت تعرفه، عاون فاميلتك، نسيبك وليد خالك، اي واحد تعرفه مسكين راه قاعد في الخدمه على جال، قاعد من الخدمه على جال كورونا، نسي كيفاش نعاونو. لا فيديو لحقت الاخر ديالها خاوتي، ماكسيموم دو بارطاج، بارطاجيوها فيسبوك مع اصحابكم في لي جروب ليسونسيال، الميساج هذا يوصل اكبر عدد من الناس ان شاء الله. مالك جرماني كان معكم، تلاقاو في فيديو جديد مع معلومات جديده ان شاء الله. الى راك جديد في لاشان تاع مالك جرماني، ابوني وفعل زر الجرس باش يلحقك غير جديد ديالنا ان شاء الله. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، السلام عليكم.